برضه كان بيلعب في الجيل بتاعك وكان لعيب جامد قوي الكابتن اسيسه. محمد اسيسه ده حبيبي. هنشوف اسيسه هيقول لك ايه ونرجع، لان انا بقول لك عندي لسه تقرير قد اللي طلع دي خمس ست مرات. ربنا يخليك يا كابتن مصطفى. هنشوف الكابتن محمد اسيسه هيقول ايه للكابتن حسن علي ويرجع يرد عليه. حسن فتره طويله يعني، والكابتن حسن من الناس اللي طول عمره في الملعب، وهو حتى لحد دلوقتي في مجال التدريب ومعانا يعني في الاشراف على الحراس في النادي وبتاع، كل الناس بتحبه. دايما وشه مبتسم على طول، ما فيش تكشيره ما فيش بتاع يعني، الحمد لله يعني، وعلاقته بالناس كلها كويسه. وهو تاريخ في نادي الترسانة، لانه الفتره اللي هو لعب فيها لعب حاجات كتير قوي، حتى لعب منتخب افريقيا. من المواقف اللذيذه واحنا بنلعب، ما كنت بلعب ليبرو انا، وهو مزاجه كان بيبقى رايق وكويس وكده، يبص لي يقول لي اسو، اجي معلي له الكوره بيعمل عليها الشقلباز، ما هو ايه حسن بهلوانوات وحسن يوجا وكل ده من الحركات اللي كان بيعملها دي. والحمد لله الفتره اللي لعبنا فيها علاقتنا ببعض كلنا يعني، الكابتن حسن وكل المجموعه، الواحد يعني عاشر كذا جيل يعني الحمد لله يعني. فالكابتن حسن من الناس المحبوب للكل يعني، ربنا يديله الصحه وطولة العمر. ودايما كده ايه منور في النادي، ودايما كده ايه معانا وسندنا، وربنا يوفقه في اللي جاي ان شاء الله.